السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في تصحيح تمرين في المعادلات والموجه لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. التمرين يقول لاحظ الشكل الآتي. إذا عندنا واحد الشكل عبارة عن مثلث، أحسب إكس إذا علمت أن محيط المثلث OFG هو 33. إذا المطلوب في هذا التمرين هو نحسب العدد إكس، بحيث المعلومة اللي كنعرف أن المحيط المثلث كيساوي 33، وعندي كذلك أطوال أضلاع هذا المثلث. إذن المحيط المثلث كيفاش كندير نحسب المحيط المثلث؟ المحيط كنرمزلو بالرمز بي، يعني لو بيريمتر. المحيط المثلث كيساوي مجموع أطوال أضلاع هذا المثلث. إذن عندنا أو إف جي، إذن كيساوي لنا أو جي زائد أو F زائد FG. إذا لقينا المحيط حسب المعطيات كيساوي 33، OG كيساوي X على 3، EF كنعوضها بالقيمة ديالها كذلك كتساوي لنا X زائد 1، و FG كتساوي لنا 2X. إذا لقينا واحد المعادلة من الدرجة الأولى غادي نحلو المعادلة. إذا كيمكن لي في الطرف الأول نبدا بإكس هي الأولى، عندنا إكس زائد جوج إكس هي 3X زائد إكس على 3. العدد واحد غادي نديه الطرف ديال 33، إذا غير رجعنا 33 ناقص واحد أي 32. إذا المقام واحد هو 3، إذا عندنا إكس 3X راه هي 9X على 3 زائد إكس على 3 تساوي 32. إذا 9X زائد X إذا هي 10X على 3 كتساوي لنا 32. إذا 10X عندنا جداء، عندنا 10 على 3X، إذا غادي نحيدو داك 10 على 3 غادي نتخلصو منها، إذا غنرفلو في المقلوب ديالها، إذا غترجع لنا 32 في 3 على 10. هنا عندنا إمكانية الاختزال بالعدد 2، إذا عندنا 32 راه هي 16، راه هي 16 في 2، و 10 راه هي 5 في 2. إذا كنختزلو بالعدد 2 كيبقى لنا 16 في 3 على 5 أي 48 على 5. إلا قمنا بحساب هاد القسمة غنلقى 9 على 6. هنا القسمة خصها تكون مضبوطة، إلا ما كانش عندي القسمة مضبوطة كنخلي العدد مكتوب على شكل كسر.